والآن سوف نمر إلى المقطع الثاني، وسوف نتكلم عن المومنتوم وتغير كيفية تغير السرعة أثناء تغير الحالة الحركية. الآن إذا المسألة العامة فهي جسم بكتلة M في حالة حركية، إذا تعرف بسرعة VI إذا في البداية، وهناك إذا فترة ضرب أو فترة قذف، إذا فترة دلتا تي، وفي هذه الفترة هذه إذا هناك قوة ضاربة اف افريج، إذا نذكر دائما فهي القوة الثابتة التي تعطينا إذا امبلس معين، وفي الأخير الجسم سوف يتحصل على سرعة في اف. بطبع هنا المثال يشير إلى سرعة إلى اليمين في البداية وقوة دافعة إلى اليمين، فحتما التسارع سوف يكون إلى اليمين، وهذا ينتج منه تزايد في السرعة، إذا speeding up في الحالة هذه. ولكن كل الحالات مفتوحة، ممكن تكون القوة الضاربة موجهة إلى اليسار، وهذا ربما يؤدي إلى تناقص في VI أو تغير في اتجاه الحركة. إذا كل الحالات مفتوحة، هذه فقط أحد الحالات التي نقترحها هنا. والفكرة هي أن الكتلة سوف تلعب دور. إذا كانت كتلة هذا الجسم إذا لنفس السرعة البدائية في اي ولنفس القوة الضاربة والفترة الزمنية، فترة الضرب الزمنية، إذا كانت كتلة الجسم أقل أضعف ففي اف سوف تكون أكبر. إذا الكتلة سوف حتما تلعب دور في التغير في الحالة الحركية. والآن الفكرة هي ما هو التغير في السرعة المتحصل عليه بقوة ضاربة اف افريج. إذا أثناء فترة الضرب يمكن تطبيق قانون نيوتن، وبعد تعداد كل القوى الخارجية التي تؤثر على الجسم، ومن بين القوى الخارجية القوة، قوة الضرب F average، في الحقيقة عددين، وهذا سوف نراه في التمارين القادمة، سوف نلاحظ أن القوة الضاربة فهي كبيرة جدا بالمقارنة مع القوى الأخرى، القوى بين قوسين العادية التي درسناها في الدروس الماضية، مثلا الوزن وقوة رد الفعل وقوة الاحتكاك. فممكن أن نعمل بصورة تقريبية، أن نكتب أن مجموع القوى الخارجية سوف ينحصر فقط على القوة الكبيرة جدا والرئيسية وهي القوة الضاربة. وفي هذا الحال إذا قانون نيوتن يقول أن F average أو F net تساوي إذا الكتلة مضروبة بالتسارع، وهذا التسارع هو التسارع إذا متوسط، تمام، من المعادلة هذه. إذا التسارع سوف يساوي القوة تقسيم الكتلة، وسوف يكون إذا ثابت مثل هذه القوة هذه، وسوف يكون إذا متناسب مع هذه القوة هذه، وهذا التسارع هذا هو اللي يعطيني إذا تغير في السرعة. وكما تلاحظون الكتلة إذا دخلت المعادلة عن طريق القانون الثاني لنيوتن. إذا نكتب الآن أن الـ average acceleration في فترة زمنية دلتا تي ما هي إلا التغير في السرعة دلتا في أو في اف ناقص في اي تقسيم دلتا تي. ومن جديد الآن لدينا الكتابة هذه، إذا اف average على ام تساوي دلتا في على دلتا تي. وكما تتذكرون الامبلس ما هو إلا اف average مضروب بدلتا تي. إذا هذا الترم اللي هو النوميريتر الأول مضروب بالدينوميناتر الثاني سوف يساوي تماما الدينوميناتر للأول مضروب بالنوميريتر للثاني، وهذه بالطبع أحد الايدنتيتيز المعروفة في الرياضيات. إذا كان لدينا كسر A على B يساوي كسر B على C، فA مضروب بD يساوي B مضروب بC، والكتابة تكون على هذا الشكل. إذا الإمبلس، إذا القوة الضاربة مضروبة بالفترة الزمنية دلتا تي تساوي التغير، إذا ام مضروب بدلتا في وام مضروب بدلتا في ما هو إلا ام في اف، إذا موزع، وزعنا الكتلة على السرعة، ام في اف ناقص ام في اي. وهذه الكمية الجديدة هذه، إذا الإمبلس هو تغير هذه الكمية الجديدة. إذا تلاحظون الكمية هي ام مضروبة بالسرعة، إذا في الحالة النهائية ناقص الحالة البدائية بالطبع. هذا الكمية هذه ام في متجه بالطبع، شايفين إذا الكتلة سكالر مضروب بمتجه في،
يساوي متجه بي، فهذه الكمية الجديدة هي اللي تسمى مومنتوم. والوحدة إذا الوحدة الدولية إذا كيلوغرام للكتلة مضروب بالمتر على الثانية. ونلاحظ أنه على اليمين إذا لدينا هذه الكتلة الجديدة، الوحدة الجديدة عفوا، كيلوغرام مضروب بسرعة متر على ثانية، فهذه الوحدة هذه تكافئ تماما الوحدة اللي عرفناها من قبل الإمبلس، واللي هي قوة مضروبة بزمن نيوتن سكند. ونفس الملاحظة هنا، إذا كانت السرعة باتجاه معين، بما أن الام سكالر موجب دائما، فبي سوف يكون بنفس اتجاه السرعة، وهذا اللي ذكرناه في هذا الشكل هذا. إذا كانت السرعة في اتجاه معين، فبي له نفس الاتجاه، تمام، ويطبق على الكتلة دائما، مثل السرعة تطبق على الكتلة أيضا. والبي إذا متجه، فممكن يكون لديه إذا مكونات components PX و PY، وسوف تكتب إذا على هذا الشكل PX يساوي الكتلة في مكونة X للسرعة، ونفس الشيء لـ PY يساوي MVY. الجدول يعطيكم إذا نظرة شاملة على القيم المتوقعة للمومنتوم أو الحدود للمومنتوم. إذا قيمة ضعيفة، إذا falling raindrop وهي قطرة مطر، إذا كتلة بالكيلوغرام، تمام، إذا هذه أقل من 2 جرام، أوكي، إذا بالتحديد 0.02 جرام أو 20 ميلي جرام، وسرعة 5 متر على ثانية، وإذا عملنا الحساب نلقاه 10 أس سالب 4 كيلوغرام متر على ثانية. وفي آخر الجدول هذا، بطبع هذا الجدول هذا غير محدد، ممكن تكون قيم أكبر من القيمة هذه، وممكن تكون قيم أصغر من هذه، ولكن هذه فقط لثقافتكم العددية. إذا car on highway، إذا سيارة بسرعة مقدارها 30 متر على ثانية، إذا تقريبا 100-110 كيلومتر بالساعة، وكتلة 1000 كيلوغرام طن، وفي الأخير نتحصل على 30,000 كيلوغرام متر على الثانية. إذا نذكركم لدينا طريقتين لتعريف الإمبلس أو تغيير الحالة الحركية للجسم، إذا عن طريق إذا القوة المتوسط مضروبة بالفترة الزمنية، أو بقياس التغير في المومنتوم دلتا بي، إذا هو بي اف نهائي ناقص بي اي بدائي، وهذا اللي نسميه بالإمبلس مومنتوم ثيورم. It states that an impulse delivered to an object causes the object's momentum to change. تغير في إذا المومنتوم، إذا العزم لهذا الجسم هذا. وبما أنه نحن نتكلم عن مقادير متجهة، فهناك إذا عدد من المعادلات التي نتحصل عليها للعمليات الحسابية. GX يساوي التغير على اتجاه X لـ MVX ناقص MVX I، ونفس الشيء لـ GY. لو حللنا إذن الصورة الأولى، إذن ضربنا كرة كانت متوقفة في البداية، إذن PI يساوي 0، وأعطيناها إذن أثناء فترة الضرب، إذن الفترة دلتا T، أعطيناها إذن F average، وهذا F average إذن أعطتنا impulse J، إذن J يساوي دلتا P ويساوي PF ناقص PI، وبما أنه PI يساوي 0 فدلتا P سوف يساوي PF وسوف يساوي J أيضا، إذا J يساوي تماما PF في العملية هذه. لماذا؟ لأنه في البداية الكرة كانت متوقفة، إذا في الأخير نتحصل على هذه الرسمة الهندسية. في الحالة الثانية، إذا تذكرون في البداية، إذا لاعب كرة قدم ليغير اتجاه الكرة، إذا الكرة قادمة نحوه بـ PI على هذا الشكل، وهو يعطيها إذا فترة زمنية ضرب، شايفين الكرة تتشوه بـ impulse مقداره J وموجه كما موضح في الشكل، وفي الأخير الكرة سوف تتحصل على PF بهذا الاتجاه هذا، بحيث PI زائد J، شايفين لهنا استعملنا التيل تو هيد ميثود، PI زائد J يساوي PF، وهذه تماما تعادل PF ناقص PI يساوي J.
تمام. إذا حاولوا تلعبوا بالمعادلة، إذا جي يساوي بي اف ناقص بي اي، ومنها تتحصلوا على بي اف يساوي جي زائد بي اي، وتتأكدون من صحة هذا الشكل هذا. في هذا التمرين، إذا 2 كيلوغرام object moving to the right with speed 0.50 meter per second experiences the force shown. إذا الجسم في البداية، إذا كتلة 2 كيلوغرام ويتوجه إلى اليمين، إذا سرعة موجبة وقيمتها 0.50 متر على ثانية، إذا هذه قيمة VI. والقوة الضاربة، إذا هنا إذا لدينا قوة موجبة، إذا حتما القوة هذه موجهة إلى اليمين، وإذا قيمتها المتوسطة 2 نيوتن ومدة نص ثانية، 1/2 second. لو كان الرسم بين قوسين، لو كان الرسم إلى الأسفل لكانت القوة إذا سالبة، معناه موجهة إلى اليسار، وفي هذا الحال سوف تكون قوة معطلة. إذا هذه بالطبع قوة مسرعة، وسوف نتوقع أن VF سوف تكون أكبر من 0.50 ودائما موجهة إلى اليمين. إذا what are the object speed and direction after the force ends؟ بالطبع سوف نكتب أن الإمبلس في هذه الحالة يساوي إذا القوة المتوسط مضروبة بالفترة الزمنية، إذا 2 نيوتن مضروب بنص ثانية، هذا يعطينا بالطبع 1 نيوتن ثانية، وهذا ليكافئ التغير في المومنتوم، والتغير في المومنتوم هو دلتا بي. إذا 1 اللي هو جي يساوي دلتا بي، ودلتا بي وش هو؟ هو ام، يعني 2 كيلوغرام مضروب ب 0 فاصل عفوا ب في اف ناقص 0.50. وش معناه؟ معناه 0.50 ناقص في اف سوف يساوي عفوا او في اف دلتا في يساوي 1 تقسيم 2 نص، ومنه دلتا في سوف يساوي اذا 1 اللي هو جي تقسيم الكتله اللي هي 2 كيلوغرام، يعني يساوي 0.5، ومنه في اف سوف يساوي 0.5 زائد في اي اللي هي نفسها 0.5، وبالتالي نتحصل على زائد 1 متر على ثانيه، وبالطبع الى اليمين. اذا الجواب الصحيح هو 1 متر على ثانيه الى اليمين. في المثال الموالي، a force pushes the cart for 1 second starting from rest. إذن البداية العربة كانت متوقفة. To achieve the same speed with a force half as big. إذن نريد نفس السرعة النهائية، إذن نريد نفس الإمبلس للحالتين، ولكن القوة في الحالة الثانية هي نص القوة الأولى. Force half as big. إذا المطلوب the force would need to push for، إذا القوة الثانية أو في الحالة الثانية ما هي الفترة الزمنية اللازمة؟ فبالطبع القوة الأولى إذا سميناها F مضروبة بواحد ثانية، هذه تعطيني الإمبلس الأول، إذا F مضروب بواحد وتساوي ماذا؟ تساوي القوة الثانية اللي هي F على 2 مضروبة بدلتا T، إذا حتما دلتا T سوف يساوي مرتين الدلتا T الأول. تمام، اذا القوه نقصناها بالنص، اذا حتما الدلتا تي يجب ان نضاعفه، نضرب باثنين علشان نتحصل على نفس الامبلس، وفي هذا الحال يجب استعمال اذا ثانيتين او القذف مده ثانيتين. التمرين الموالي هو تمرين تصادم على جدار، إذا بالطبع الجدار عمودي والتصادم يكون في الاتجاه الأفقي، والتمرين هذا إذا تطبيقه وحله يشبه تماما التصادمات العمودية، يعني عندما تسقط مثلا كرة على الأرضية أو تصدم مثلا علو معين. إذا في التصادم العمودي بالطبع هناك سرعة البدائية سوف تكون إلى الأسفل، سوف تكون سالبة، وعندما الكرة تصدم الأرضية سوف تصعد، وفي هذا الحال السرعة سوف تكون موجبة. إذا نتبع التمرين مع بعض ونرد بالنا إلى مسائل اتجاهات السرعة البدائية والنهائية. إذا a ball of mass M equals 0.25 kilogram rolling to the right at 1.3 meter per second strikes a wall. strikes معناه اصطدمت مع جدار.
and rebounds. إذن الرجوع في الاتجاه المعاكس هو rebound and rebounds to the left at 1.1 meter per second. إذن عند رسم المتجهات للسرعة، إذن الكتلة 0.25 كيلوغرام، السرعة البدائية نحو اليمين 1.3 متر على الثانية، وفي النهاية السرعة سوف تكون حتما سالبة لأنه تتجه إلى الاتجاه اليسار، إذن تساوي سالب 1.1 متر على الثانية. إذن تلاحظون هنا التمرين أعطانا فقط قيمة سبيد، ولكن نحن يجب أن نتأكد من استعمال الفيلوسيتي الصحيحة. وفترة التصادم دلتا تي إذا توافقها، إذا قوة التصادم اللي هي F، إذا هذا ال F هو بمثابة ال F average اللي كنا نتكلم عنه من قبل. المطلوب إذا هناك شيئين مطلوبين، ولكن في الحقيقة هما نفس الشيء. What is the change in the ball's momentum معناه دلتا P، and what is the impulse delivered to it by the wall؟ إذا ما هو الجي؟ والجي هو تماما دلتا بي. إذا هناك سؤالين ولكن الجواب هو واحد بالطبع. إذا بالطبع الـ 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 الرسمة تاعنا لازم تشمل إذا الفترة قبل التصادم والفترة بعد التصادم، وباستعمال القيم الصحيحة للفيلوسيتيز. إذا يجب أن نكون حذرين من هذا النقطة هذه. وأذكركم دائما إذا كان الريباوند عمودي إذا على الأرضية، إذا في البداية إذا عندما تكون الكرة نازلة أستعمل سرعة سالبة، وعندما بعد التصادم عندما تصعد الكرة سوف أستعمل سرعة موجبة. إذا نحسب المومنتوم البدائي، إذا بالطبع سوف يكون موجب، نتحصل على هذه القيمة هذه، ونحسب المومنتوم النهائي إذا سوف يكون بهذه القيمة هذه، إذا سوف يكون سالب. وبالطبع عندما نقوم بحساب الدلتا بي سوف نستعمل إذا بي اف اللي هو ناقص 0.275 وناقص 0.325، وكما تلاحظون القيمتين إذا سوف تضاف إلى نفسها ما إلى بعضها البعض، تمام؟ ولا أستعمل الفرق العددي كما هو متوقع من الدلتا بي متجه. إذا الدلتا بي في اتجاه الإكس بالطبع هو إذا سالب 0.275 وناقص 0.325، ويعطيني في الأخير سالب 0.60 كيلوغرام متر على ثانية، وهو تماما شايفين هنا القوة الضاربة F سوف تكون في نفس الاتجاه للإمبلس جي. راجعوا القانون، جي متجه يساوي القوة الضاربة F أو F average مضروبة بدلتا تي. إذا حتما F وجي ودلتا بي الكل الثلاث سالبين، وفي هذا الحال دلتا بي إكس سوف يساوي تماما إذا جي، وسوف يساوي إذا سالب 0.60 نيوتن ثانية. في بعض المسائل نريد توقيف أجسام، إذا الشرط البدائي هو أن الجسم في البداية لديه PI معين، وفي النهاية نريد أن نتحصل على PF يساوي صفر. إذا كان الهدف هو توقيف الجسم فسرعة نهائية تساوي صفر، إذا حتما PF سوف يساوي الصفر. في هذه الحالة هذه إذا دائما بطبع بصورة منطقية، تخيلوا مثلا أن الجسم يجيكم مثلا إلى اليمين، فأنتم وش تعملوا؟ بطبع قوة الضرب أو قوة التوقيف سوف تكون موجهة إلى اليسار، سوف تكون سالبة في هذا الحال هذا. والآن ما هي العلاقة ما بين قيمة هذه القوة هذه والفترة الزمنية التي أوقف فيها ذلك الجسم؟ إذا الإمبلس الذي يجب تطبيقه لتوقيف الجسم هو إذا القوة المعطلة F average مضروبة بدلتا T وتساوي دلتا P. إذا كان PF يساوي صفر إذا حتما سوف تساوي ناقص PI تماما. إذا عدديا الإمبلس الذي يجب أن أطبقه يجب أن يساوي تماما ناقص الـ PI الذي يتحرك به أصلا الجسم. إذا الـ F average التي أطبقها سوف تساوي ناقص PI تقسيم دلتا T. والآن أسأل نفسي إذا لنفس الـ PI ما هي القوة الضاربة أو القوة الموقفة التي يجب تطبيقها؟ بالطبع سوف تتغير مع تغير
الفترة الزمنية التي أؤثر فيها. إذا أثرت في فترة زمنية قصيرة فالقوة سوف تكون كبيرة. إذن نحن في هذه الجهة هذه من البيان، دلتا تي صغير وقوة كبيرة. أما إذا كان دلتا تي كبير، إذا طولت فترة التوقيف القوة المواقفة سوف تكون صغيرة. إذن كل ما زدنا في قيمة الدلتا تي كل ما نقصت القوة. فهذا البيان هذا يعطيني بيان القوة اللازمة لتوقيف الجسم بدلالة الفترة الزمنية التي أؤثر فيها. إذن the average force needed to stop an object is inversely proportional to the duration of the collision. If the duration of the collision can be increased, the force of the impact will be decreased. وهذا هو الهدف في العديد من الحالات، منها مثلا توقيف السيارة أثناء الحوادث مثلا. فالفكرة أو الهدف المراد هو أنه قوة التصادم للسيارة يجب أن تكون أقل ما يمكن. ولهذا السبب سوف عندما نصنع السيارة سوف نحاول استعمال مواد وأشكال بحيث فترة التصادم وفترة انعواج أو اعوجاج عفوا السيارة أثناء التصادم تكون أطول ما يمكن. إذن نلعب على خصائص المواد ونلعب على أشكال المواد بحيث تكون الفترة أطول ما يمكن. وفي هذا الحال القوة أو القوة اللي بين قوسين تحطم السيارة وتوقفها، فهذه القوة هذه سوف تكون أقل وأقل، وفي هذا الحال سوف تشكل خطر أقل وأقل على ركاب السيارة. من بين الأمثلة المعروفة في الطبيعة وهي إذن أشواك القنفذ، واللي معروف أنه يسقط من ارتفاعات عندما يمر من مكان إلى مكان، فالسقوط العمودي لا يخفه. لماذا؟ لأنه عندما إذن يكور نفسه فكل الأشواك سوف تتلقى إذن منطقة التصادم مع الأرضية مثلا، وهذه الأشواك هذه إذن فقابلة للتشوه تمام، وتستعيد بالطبع شكلها بعد التصادم. وهذه الفترة التشوه هذه إذن على حساب خصائص هذه الأشواك هذه، فالفترة الزمنية للتصادم سوف تكون أطول بالمقارنة مع مثلا إذا كانت الأشواك غير قابلة للتشوه. فشايفين الفترة الزمنية للتصادم تتغير كثيرا، وبما أن الأشواك قابلة للتشوه نوعا ما فالفترة الزمنية دلتا تي سوف تكون أكبر، وبالتالي قوة التصادم على القنفذ تكون أقل، وهذا بالطبع يشكل خطر أقل عليه. هذا نفس المثال اللي بدينا به الدرس، يعني في اي الى اليمين وفي اف الى اليمين وقوة ضاربة الى اليمين. اذا 0.5 كيلوغرام هوكي بوك سلايدز تو ذا رايت ات 10 متر بير سكند، قيمة في اي اذا 10 امتار على الثانية والكتلة نص كيلوغرام. It is hit with a hockey stick that exerts the force shown. إذا قوة موجبة، إذا هذه القوة الحقيقية متغيرة إلى قوة ماكسيمم 50 نيوتن، وفترة زمنية إذا من 10 إلى 30، 30 ناقص 10 يساوي 20 ملي سكند. وقوة إذا موجبة إذا متوجهة إلى اليمين. What is its approximate final speed؟ إذا VF. إذا في البداية نحسب الإمبلس، ولحساب الإمبالس إذا نفترض أن القوة، وهذا بالطبع ممكن إثباته رياضيا للشكل هذا معروف الرياضيات، وممكن نثبت أن المساحة تحت الشكل هذا تساوي تقريبا نص المستطيل المكافئ بارتفاع 50 نيوتن على عرض أو على طول 20 ميلي سكند. وفي هذا الحال القوة المتوسط سوف تكون إذا نص المستطيل، إذا المستطيل هذا الكبير سوف يكون ضعف المساحة هذه. إذا نحن نريد فقط المساحة، إذا نأخذ نص الارتفاع 50 نيوتن، وفي هذا الحال القوة المتوسط سوف تكون تقريبا 50 نيوتن على 2. وفي هذا الحال إذا F average تساوي 25 نيوتن، والمسافة الفاصلة الفترة الزمنية 20 ملي سكند، ونتحصل في الأخير على impulse مقداره 0.5 نيوتن سكند.
وهذا بالطبع يكافئه تغير في المومنتوم دلتا بي أو M مضروب بدلتا V. إذا دلتا V سوف يساوي الإمبلس تقسيم الكتلة، إذا 0.5 تقسيم تماما 0.5، وهذا يعطيني 1 متر على الثانية تغير دلتا V. والتغير دلتا V بالطبع هو VF ناقص VI. إذا كان VF ناقص 10 يساوي 1، معناه VF يساوي 11 متر على الثانية، وهذه هي السرعة النهائية. المثال يقول a light plastic cart، إذا العربة الخفيفة، and a heavy steel cart، إذا العربة الثقيلة، are both pushed with the same force، نفس القوة الدافعة، for 1 second، إذا نفس الدلتا تي للإثنين، starting from rest، معناها الإثنين في البداية كانوا متوقفين، وبالتالي بالطبع الدلتا بي أو الإمبلس المتحصل عليه هو نفسه للإثنين. After the force is removed, the momentum of the light plastic cart is, or the final momentum of the light plastic cart is, بالمقارنة مع ال heavy steel cart. إذا هل هو أكبر أو يساوي أو أصغر أو لا يمكن الجواب. بالطبع هنا المطلوب هو المومنتوم وليس السرعة، هناك فرق في السرعة ولكن المومنتا هما نفس الشيء. الاثنين بدأوا من صفر وصفر، والاثنين تحصلوا على بي اف وبي اف، بحيث بي اف ناقص صفر للاثنين متساوي دلتا بي. لماذا؟ لأن الاثنين تحصلوا على نفس الامبلس اساسا، والامبلس هو القوة اف اللي هي نفسها للاثنين مضروبة بدلتا تي اللي هو نفسه للاثنين، وبالتالي اذا المومنتا في النهاية متساوية، ولكن ردوا بالكم الكتل مختلفة، اذا السرعة سوف تكون مختلفة. بالطبع الكارت الخفيف سوف يتحصل على سرعة أكبر. إذن الجواب الصحيح هو equal. The momenta are equal للإثنين. وأخيرا نريد التنويه أن أي نظام هو عبارة نظام يعني system هو عبارة عن عناصر، إذن مكونات ممكن نرقمها 1 2 3 إلى آخره، وكل واحد كل عنصر من هذا النظام هذا له سرعة في اتجاه معين، وبالتالي سوف يكون له مومنتوم في اتجاه معين. بالضبط المومنتوم يتبع دائما اتجاه السرعة، اتجاه الحركة. وفي هذا الحال نعرف اذا مجموع المومنتا، اذا the total momentum لاي نظام of any system of particles باستعمال جمع المتجهات. اذا the total momentum of a system of particles is the vector sum of the momenta of the individual particles. P capital P اللي هو total يساوي اذا P1 زائد P2 زائد P3 الى اخره. مثلا هنا لجمع ثلاث متجهات استعملنا the head to tail method، اخذنا الاول رأسه مع ذيل الثاني ورأسه مع ذيل الثالث، ونتحصل على المجموع في هذه الحالة هذه.